السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة كده. فيديو النهاردة يا جماعة بإذن الله خفيف كده وكويس، وهو بيتحدث بفضل الله عن أسرار وتجليات سورة الفاتحة. سورة الفاتحة اللي هي أعظم سورة من سور القرآن الكريم. هذه السورة يا جماعة لها أسرار ويعني تجليات بتحير العقول. وهذه السورة قال عنها الإمام علي بن أبي طالب أو الإمام أبي حامد الغزالي، هي بعض الأبيات قيل أن من قالها هو الإمام الغزالي، وقيل أن من قالها هو سيدنا علي بن أبي طالب. قال أن من قرأ هذه السورة 100 مرة سيعطيه الله حاجته مهما كانت. وطبعا احنا نتكلم على الفوائد الخاصة بسورة الفاتحة، سواء بتعجيل الزواج أو بقضاء الحاجات أو بجلب الرزق. السورة دي يا جماعة والله العظيم فيها فوائد لا تعد ولا تحصى، وفيها فوائد تحير العقول وتجعلك في ذهول. وبإذن الله في الفيديو النهاردة يا جماعة هنكلمكم عن 3 فوائد قوية جدا لسورة الفاتحة. الفايدة الأولى هتبقى بإذن الله لقضاء الحاجات، الفايدة الثانية هتبقى لجلب الرزق، الفايدة الثالثة بفضل الله هتكون لتعجيل الزواج. قبل ما أبدأ يا جماعة أنا عايز أشكركم جدا 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 على كل الدعم اللي أنتم بتدعموه لي وكل الأدعية اللي أنتم بتدعوها لي. يا رب والله العظيم يا جماعة بقول يا رب كل من يدعمني وكل من بيدعي لي كده يا رب حقق له كل ما يتمناه. فعشان ما اطولش عليكم يا جماعه هبدا على طول في ذكر الفوائد بفضل الله عن سوره الفاتحه. بس قبل ما ابدا في ذكر الفوائد، يا ريت لو انت جديد معايا في القناه تعرفني كده وتشترك في القناه، ولو انت معانا قديم في القناه تضغط على زر لايك وتدعوا لنا كده بالتوفيق. وعشان ما نطولش عليكم زي ما احنا متعودين هنبدا على طول يا جماعه في ذكر الفوائد. اول فايده باذن الله يا جماعه احنا هنتكلم فيها عن فايده سوره الفاتحه لقضاء جميع الحاجات بفضل الله. قيل ان من كان له حاجة عند الله تعالى وعايز ان الحاجة دي تحقق، سواء بقى انت هدف انت عايز توصل له، عايز ربنا يكرمك في موقف معين، اي حاجة انت حاجة معينة انت عايز ربنا يقضيها لك. قيل ان من كان له حاجة عند الله تعالى يأتي يوم الجمعة، بتيجي يوم الجمعة وهنا بيشترط الطهارة، يعني لازم تبقى طاهر الثياب والبدن. بتيجي يوم الجمعة وبتعمل ايه بقى؟ بتقرأ الفاتحة 100 مرة بس بالتوزيع اللي انا اقولها لك دي. بتقرأها 21 مرة بعد صلاة الفجر، تاني 21 مرة بعد صلاة الفجر، و22 مرة بعد صلاة الظهر، 22 مرة بعد صلاة الظهر، و23 مرة بعد صلاة العصر، 23 مرة بعد صلاة العصر، و24 مرة عند صلاة المغرب، يعني أول ما يجي صلاة المغرب كده بتعملها 24 مرة، و10 مرات بعد صلاة العشاء. كده لو أنت جمعتهم، طبعا كل تفاصيل الفوائد اللي احنا بنقولها هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف. طبعا لو انت جمعتهم هتلاقيهم ان هم 100 مرة بالعدد. وبعد صلاة العشاء بعد ما تكمل 10 مرات تدعو الله بحاجتك، ده في نهاية اليوم خالص بعد صلاة العشاء، بعد ما تخلص 10 مرات اللي في الاخر، بعدها بقى تدعو الله بحاجتك. بفضل الله لن يمر ايام الا وحاجتك ستكون مقضية بفضل الله. وعلى فكرة يا جماعة الفايدة دي قوية جدا ومجربة. تاني فايدة بقى يا جماعة وهي لجلب الرزق. لو حد عايز ربنا يمنه عليه بالرزق بجميع الانواع، رزق الزواج، رزق المال، رزق الراحة النفسية، أصل الأرزاق بتتنوع، بس الرزق بكافة الأشكال. وبفضل الله الفايدة التانية اللي هنتكلم فيها عن تجليات سورة الفاتحة هتجد أثرها من تاني يوم على طول، يعني بعد ما تعملها من تاني يوم على طول بفضل الله هتجد أثر هذه الفايدة. إذا كنت تريد جلب الرزق باستخدام سورة الفاتحة بفضل الله فعليك أن تقرأها في جلسة واحدة 21 مرة في أي يوم، شرط هنا يوم الجمعة، لا في أي يوم من أيام الأسبوع. بتقرأها 21 مرة في جلسة واحدة. وبعد ما تقرأها في جلسة واحدة 21 مرة هتقول يا رزاق يا رزاق 211 مرة بالعدد، ولا تزيد ولا تنقص، يا رزاق 211 مرة. بعدها تقرأ آية الكرسي مرة واحدة، آية الكرسي مرة واحدة. بفضل الله لو انت عملت كده هتجد أثر الفايدة على طول من تاني يوم، من جلب الأموال، من دفع للهم، من جلب للرزق بكافة الأشكال من تاني يوم. هي بتتعمل مرة واحدة بس في يوم واحد. أما الفايدة الثالثة بقى يا جماعة وهي بتستخدم لتعجيل الزواج، ودي قوية جدا 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 في تعجيل الزواج. طيب بنستخدمها ازاي يا عبد الله في تعجيل الزواج؟ بتقرأيها 10 مرات يوميا، تاني 10 مرات يوميا لمدة 10 أيام في أي وقت من الأوقات. هي بس أهم حاجة 10 مرات في اليوم، بنية، أهم حاجة النية، بنية تعجيل الزواج 10 مرات يوميا لمدة 10 أيام. بفضل الله لو أنت عملتها كده بنية الزواج بفضل الله مش هيمر أيام، مش هينتهي ال10 أيام أو بعد ال10 أيام مباشرة هتجدي النصيب، وهتجدي أن الله تعالى سيمن عليك بالزوج الصالح بفضل الله. وبكده تكون ال3 فوائد خلصوا يا جماعة. في نهاية الفيديو كده يا ريت لو الفيديو عجبكم كده تدعوا لنا كده بالتوفيق، وأسأل الله أن يوفقكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.